السلام عليكم. وقف والي ولاية تبسة على مشروع الخط المنجمي الشرقي على مستوى ولاية تبسة وبالضبط في منطقة بئر العاتل، أين يعني الأشغال تبقى متواصلة لإنشاء هذا الطريق وازدواجيته وتحسين المسار تاعو، إذا في اللي يدخل في إطار المشروع المدمج الضخم لاستغلال مناجم الفوسفات وتحويلها. إذا في هذا الإطار نخليكم تتابعوا الفيديو حول عملية تاع إنشاء الطريق السكة الحديدية المزدوج على مستوى بئر العاتل بولاية تبسة. والسلام عليكم. هادو راه غادي يفوزيو ليك سوق مالك جاي باش يحطو